السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم طلاب الأعزاء في المحاضرة الأولى من مساق Digital System Design. في هذه المحاضرة سوف نتناول الريجسترز، أو قبل ما نتناول الريجسترز هنشوف أن الشابتر السادس هو الشابتر الأول بالنسبة للوجيك 1 لوجيك 2 I'm sorry. هنقسم الشابتر الحالي إلى 5 محاضرات، محاضرتين حيتناولوا الريجسترز، المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية حتكون على الريجسترز. المحاضرة الأولى وهي الحالية حنتناول مفهوم الريجستر والريجستر وتبرر اللود. الآن لما بدنا نصمم ريجستر وتبرر اللود حنستخدم تو ميثود، حنستخدم ال using gate، والطريقة الثانية ممكن نستخدم المولتبلكسر. استخدام الجيت إذا حنستخدم هنا sum of product، هاي بالنسبة للمحاضرة الأولى. المحاضرة الثانية حنروح للشيفت ريجستر، وفي عدة أنواع من الشيفت ريجستر، وحنتطرق تحت الشيفت ريجستر للسيريال ترانسفير، سيريال اديشن، كيف نعمل سيريال ترانسفير للديتا، كيف نعمل اديشن يوزنج شيفت ريجستر ولكن سيريال اديشن يعني مش بارلل اديشن. ثم حنروح لليونيفرسال شيفت ريجستر. تحت اليونيفرسال شيفت ريجستر في عندي 4 انواع، هو بارلل ان بارلل اوت، او سيريال ان سيريال اوت، او سيريال ان بارلل اوت، او بارلل ان سيريال اوت. بارلل ان بقصد انا الانبوت هنا، وهذا حيكون الاوتبوت، يعني input parallel والoutput حيكون parallel. الانبوت حيكون سيريال والoutput حيكون سيريال، وانا ما جرب هذه الطريقة. هاي بالنسبة لي المحاضرة الثانية. المحاضرة الثالثة والمحاضرة الرابعة والمحاضرة الخامسة حيكونوا على الكاونتر. المحاضرة الثالثة حنروح على الاسينكرونوس كاونتر، الغير متزامن، كاونتر غير متزامن وليس متزامن، دير بالك. تحت الاسينكرونوس كاونتر هنشرح الباينري ريبل كاونتر. باينري اسينكرونوس كاونتر هو باينري، دير بالك، لو مر عليك ريبل افهم انه هنا اسينكرونوس لكن حيكون باينري. ثم هنروح للريبل كاونتر ولكن بي سي دي ريبل كاونتر. بعدين حنروح على ديسيمال بي سي دي كاونتر، هذه بالمحاضرة الثالثة. أما المحاضرة الرابعة حنروح للكاونتر ولكن متزامن، سينكرونوس كاونتر، حنأخذ 4 بت سينكرونوس بيناري كاونتر، وتحت الأربع بت سينكرونوس بيناري كاونتر ممكن نعمله أب أند داون في نفس اللحظة، يعني وان سويتش، نحط وان سويتش على أساس إذا بدي أعمل أب أحطه وان مثلا، إذا بدي أعمله داون أحطه زيرو نفترض، أو العكس صحيح. المهم إنه الباينري كاونتر اللي هنا يشتغل يا إما أب يا إما داون حسب اختيار المشغل. ثم هناخد تحت السينكرونوس كاونتر هناخد بي سي دي كاونتر. البي سي دي طبعا أنت بتعرف البي سي دي بعيد من زيرو لتسعة، يعني 4 بتس حيكون عندي هنا. ثم هناخد الباينري كاونتر with parallel load، وبعدين حناخذ البي سي دي كاونتر ولكن هنا حنستخدم، حنصمم بي سي دي كاونتر ولكن هنا حنستخدم ايش؟ الباينري كاونتر وذ بارلل لود كمان. هذه في المحاضرة الخامسة. المحاضرة السادسة والأخيرة من الشابتر السادس حنروح للأذر كاونترز. في عندي نوعين من الكاونترز، هو الرينج كاونتر والجونسون كاونتر، وحنشوف كيف شكلهم. زاد حنشوف كمان الكاونترز with unused state، يعني انا مثلا بدي اعد 3 بيتس نفترض، انا بدي اعد من 0 ل 7 ولكن some of those states within 0 to 7 will not be used. Let's say counting from 0 to 3, 3 to 5, 5 to 7 goes back to 0 again. يعني some of those states are not being used. هذه هي ال5 محاضرات اللي حنتناولها بالشابتر السادس. المحاضرة الأولى زي ما حكيت لكم
هنتناول احنا بس الريجسترز والريجستر وذ بارل لود. وتحت الريجستر وذ بارل لود هنصمم ريجستر وذ بارل لود يوزنج جيت. باستخدام الجيت هنستخدم احنا الصامو برودكت او يوزنج ملتيبلكسر. تعالوا نطلع على المفاهيم في الاول قبل ما ندخل للريجستر وذ بارل لود. لما نتكلم ريجستر، ريجستر هو عباره عن ايش؟ ريجستر هو عباره عن جروب اوف فليب فلوبس. بغض النظر قديش السايز تاع الريجستر موجود عندي، هو عباره عن جروب اوف فليب فلوبس. طب الفليب فلوبس ايش بيعمل؟ الفليب فلوبس هو از ستورينج 1 بت. ايتش فليب فلوب از ستورينج 1 بت 1 بت. الان الان الديفينيشن او الستيت او الطريقه اللي بتشتغل فيها الريجستر بتتعرف من خلال مين؟ خلال الستيت تيبل اللي انت بتحدده، اللي انت بدك كيف يشتغل الريجستر تاعي الموجود امامي. الريجستر موجود امامي، هي معطي لي الكلوك، معطي لي اربع كلوك، ومعطي لي التايمينج دايجرام السيريال ان، الانبوت اللي موجود على الدي. الفليب فلوبز الموجود عنده، سوري، الريجستر الموجود عندي هو عباره عن اربع بيتس. ليش اربع بيتس؟ لانه موجود عندي اربع فليب فلوبس، اذا اربع بيت ريجسترز. طيب الريجستر هو عباره عن ايش؟ هنا ما يعني being used what kind of flip flop is being used. هنا we are using D flip flop. احنا بنعرف بالنسبه للD flip flop اذا الانبوت 0 وجدت الكلوك الاوتبوت 0، اذا الانبوت 1 وجدت الكلوك الاوتبوت 1. اوكي الامام الرسم الامامي هنا هو عباره عن دي فليب فلوب، اربع فليب فلوبس. الكلوك الموجوده عندي امامي هي عباره عن سينكرونوس، دير بالك، وليس اسينكرونوس، متزامنه. يعني لما تيجي الكلوك حتيجي للأربعة في نفس اللحظة، سيمولتينيسلي، في نفس اللحظة، يعني الأربعة في الفلوب حيشتغلن في نفس اللحظة لأنه أجت الكلاك إلهم. أوكي هاي الكلاك موجودة، هاي الستريمز تاعت الكلاك موجودة، وهي عبارة عن أربع كلاك زي ما هو مبين عندي هنا. والإنبوت ستريمز الموجود على الموست سيجنيفيكانت بيت او موست سيجنيفيكانت فليب فلوب الاقصى الشمال وهو الموست، عباره عن تايمينج دايجرام سيريال ان عباره عن 1. اوكي خلينا نكتب. اوكي عباره عن 1. الان عند الانيشال فاليو، عند الانيشال فاليو دير بالك، الحين عندي هنا عبارة عن initial value. الانيشال value عبارة عن zero. لو انا بدي ارسم الداتا قبل ما نحط الكلوك، قبل ما نحط الكلوك انا عندي zero 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 zero. انا موجود عندي عبارة عن zero، انا موجود zero، انا موجود zero، انا موجود zero. هذه قبل ما تيجي الكلوك. وفي عندي الديتا الوان كلها وان، حتكون دير بالك حتضلها وان هنا، وان بغض النظر كم وان، لكن احنا هنأخذ اربع كلاك بس، يعني اربع كلاك هنأخذ واحد اثنين ثلاثة اربعة 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 وانس. الان اجت الكلاك، الحين عملنا الكلاك، اذا الانبوت وان هنا بده يصير ايش؟ بده يصير الاوتبوت وان. طيب الحين لما اجت الكلوك الانبوت كان زيرو، دير بالك احنا قلنا في نفس اللحظه الكلوك بدها تيجي، لكن الانبوت كان زيرو، اذا الاوتبوت بضل زيرو. الانبوت تاعت هذه زيرو، الاوتبوت بضل زيرو. الانبوت تاعت هذه زيرو، اذا الاوتبوت تاعت هذه بضل زيرو. اذا الوحيد اللي حتتغير فقط هاي، وخلصنا اول وحده. اوكي
الآن الانيشال فاليو الموجود عندي بعد الكلاك الأولى، بعد الكلاك الأولى هذا خلصنا الكلاك الأولى، بعد الكلاك الأولى حيكون عندي الانبوت 1 والانبوت لهذه 1 والانبوت هذه 0 والانبوت هذه 0. هاي الانبوت 0 هنا دير بالك، طبعا الاوتبوت هان 0 0 0 كمان. الآن اجت الكلاك الثانية، احنا بنتكلم على بوزيتيف اتش، دير بالك احنا بنتكلم على بوزيتيف اتش، اي بوزيتيف اتش اي بوزيتيف اتش اي بوزيتيف اتش سوري وهي بوزيتيف اتش كمان. خلصنا الاولى الكلاك الاولى، الحين بدنا نيجي للكلاك الثانية هنا البوزيتيف اتش. لما اجت الكلاك الثانية بدها تيجي لهاي ولهاي 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 في نفس اللحظة، حتلاقي الانبوت هنا 1 وحتلاقي الانبوت هنا 1، صح الاوتبوت 1 دير بالك، لكن الانبوت هنا 1 ولكن الانبوت هنا 0. ايش اللي بده يصير؟ هذه وجدتها 1، اذا لما تيجي الكلاك الاوتبوت بده يصير 1، الانبوت هذه 1 وجدت الكلاك، اذا هذه بدها تصير 1، اذا بدنا نمسح هذه وبدها تصير 1 لما اجت الكلاك دير بالك. الحين نيجي لهاي الفلفل الثالث اللي هان، لما اجت الانبوت لما اجت الكلوك كانت الانبوت 0 دير بالك وليس 1، اذا الاوتبوت حظلها 0، وهذه نفس الشغله اجت الكلوك الانبوت كان 0 اذا ضفها 0. بهيك خلصنا الثاني، اذا 1 1 0 0 حتكون هان، حتكون 1 هذا الخط الثاني هذا 1 1 0 0 وهي هان 1 1 0 0. الآن خلصنا الثاني هاي، نيجي للموجود عندي هنا، اجت الكلوك كانت انبوت 1، احنا في المنطقة هاي دير بالك بدي اشتغل على هاي. الآن الكلوك كانت 1، الكلوك كانت 1 كانبوت، اذا الاوتبوت بده يكون 1. الآن الكلوك لما اجت للفلفلوب الثاني كان الانبوت 1، اذا الاوتبوت 1 ظلوا زي ما هو. الفلفلوب الثالث الانبوت كان 1، الاوتبوت بده يصير 1، يعني 0 بدها تصير 1، ولكن الفلفلوب الاخير الان الانبوت كان 0 الاوتبوت بده يضل 0، اذا هذه الوحيده اللي حيتم تغييرها، اذا هذا حتصير 1 لأن الانبوت 1 الاوتبوت حيصير 1. اذا هاي الكلوك الثالثه 1 1 1 0 هو الخط اللي هنا، اي اللاين اللي هنا 1 1 1 0. نيجي ل الكلوك الرابعه، هاي 1 2 3 الرابعه الكلوك الرابعه، لما اجت الكلوك الانبوت كان 1 اذا حيضل 1، الانبوت لهاي كان 1 حيضل 1، الانبوت لهاي كان 1 حيضل 1. الان الانبوت لهاي كان 1 حيصير هاي 1، اذا هذه حنغيرها من 0 ونحطها 1، وهي الكلوك الرابع الاخيره هو الخط الموجود عندي هنا، هو الكلوك الرابع. بهذه الطريقه هذا اللي بنسميه المفهوم الريجستر، والموجود امامي ادير بالكو انا هو عباره عن شيفت ريجستر، شيفتنج ذا داتا 1 بت ات ا تايم تو ذا رايت، ولكن الموجود هو عباره عن سينكرونوس متزامن. اوكي هيك تقريبا بلشنا نفهم الشيفت او الريجستر بشكل عام، خلينا نقول. طيب نيجي للريجستر كمفهوم كأوفر فيو. الريجستر بيسمح لعدة أمور، بيسمح إنه يعمل لي بارل ترانسفير، وبيسمح يعمل لي سيريال ترانسفير. خلينا على البارل ترانسفير. الآن ما دام نحكي بارل ترانسفير
إذن الداتا will be transferred from the input to the output at the same time. كل الداتا will be transferred at the same time. لأنه حيكون عندي ريجستر، وهذا الريجستر عبارة عن إن بيتس، يعني إن فليب فلوبس، لأنه كل فليب فلوب بيحمل 1 بيت. يعني جروب أوف فليب فلوبس، وهذول كابيبل أوف ستورينج إن بيتس. ما دام 5 بيتس إذا 5 ريجسترز، إذا سوري 5 فليب فلوبس، إذا حيكون عندي 5 بيتس. 7 حيكون 7، 8 8 بيتس، اتسترا. هذا مفهوم البارل ترانسفير للريجستر. طيب الريجستر الاو ان سيريال ترانسفير، انه ترانسفيرنج ذا داتا سيريال. يعني ايش مفهوم سيريال؟ انه الشيفت ريجستر بيسمح انه تعمل ترانسبورتنج ذا داتا او ترانسفيرنج ذا داتا 1 بت ات ا تايم، مش كل البت ذا سيم تايم، كل بت 1 بت ات ا تايم. البت الاولى شفت تو ذا رايت، اللي بعدها شفت تو ذا رايت، وهلم مجرى كل شفت كل وان ويل بي شفت تو ذا رايت، واحده بتزيح الثانيه. اذا هنا ذا ترانسفير از 1 بت، مش كل البتات ات ذا سيم تايم. طيب الشفت ريجستر ممكن كيف، وين ممكن نستخدم؟ ممكن نستخدم انه يعمل لي addition او اي arithmetic units، ممكن يكون multiplication whatever subtraction whatever. الان هاي مفهوم السيريال ترانسفير، هذا سيريال ترانسفير زي الماوس مثلا سيريال ترانسفير. البارل ترانسفير او بارل كوميونيكيشن زي ال LPT هو سلك الطابعة، لانه سلك الطابعة هو عبارة عن بارل، دير بالك مش سيريال. الماوس سيريال، سيريال ترانسفير. اي حال هذا هو مفهوم الريجستر بشكل عام. طب تعال ناخذ ريجسترز ونشوف كيف الموجود عندي. هاي الريجستر الموجود عندي امامي، الريجستر الموجود امامي هو عبارة عن 4 بتس ريجستر، وال 4 بت ريجستر يعني 4 فليب فلوبس. الفليب فلوبس الموجود هو عبارة عن دي فليب فلوبس. هاي عندي موجود عندي 4 انبوتس، اي انبوت اي 0 لا انبوت اي 3، وهي عندي الاربع اوتبوتس الموجودين عندي. وهي الكلوك، لو انت ملاحظ الكلوك سينكرونوس، زائد هنا بوزيتيف اتش. بوزيتيف اتش يعني بصير التحويل او الترانسفير اوف داتا من الانبوت للاوتبوت، لما البلس اللي جايه بتطلع من لو تروح لهاي، هذا هو بوزيتيف. شغلة ثالثة الموجود أمامي، في عندي شغلة اسمها الريست، ولكن دير بالك الريست هو عبارة عن كومبلمنت. ريست يعني إنه all flip flop will be reset to the initial value which is zero. طبعا إنه بيقيم كل الداتا الموجودة على أو جوا الريجستر اللي على الأوتبوت الموجودة. اذا اساس انه هذا يشتغل، او خلينا نقول نعمل ديسيبل للريست ما دام انه كومبلمنت، عشان نعمل ديسيبل للريست اذا هذا لازم نحطه قيمه 1. اذا حطيناه 1 هنا جوا بكون 0، اذا بصير ديسيبل للريست، وهذا في النورمال اوبريشن. اذا انا بدي اعمل ريست للدائره الموجوده عندي، هذا بحطه 0 بيعمل لي ريست للموجود. اي حاجة. اذا الدي فليب فلوبس الموجود عندي بوزيتيف زد زائد زي ما حكيت، وبنحط 1 على اساس بالنورمال اوبريشن. اذا انا بدي اعمل ريست للفليب فلوبس بحطه 0، هو سينكرونوس الموجود امامي. هاي دايره، الحين بدي ارسم التايمينج دايجرام للدايره هذه بناء على انبوت معطينه. بس قبل ما نرسمها، هاي شكل السيمبل الموجود عندي للريجسترز، هاي الاوتبوت تاعونهم، هاي الانبوت الموجود، وهذه الريست او الكلير ولكن كومبلمنتد، وهي بوزيتيف اتش. يعني في عندي 4 انبوت وعندي 4 اوتبوت. الان ايش علاقه الاوتبوت بالانبوت؟ ما دام دي فليب فلوب، اذا الاوتبوت او كيو تي بلس 1 هي عباره عن قيمه الانبوت الموجوده عندي هنا. قيمه الانبوت الموجوده على كل واحده. الاوتبوت هذا قيمه الانبوت الموجوده على هاي، وهلم جرى.
يعني عبارة عن AT plus 1 أو AI T plus 1 هي عبارة عن الـ DAI الـ input الموجود هان input الموجود هان يعني AI. هذه هي المعادلة الموجودة. طب خلينا نرسم الـ timing diagram تاعها. هي نفس الموجود أمامي دير بالك، بس بدي أرسم timing diagram. هي الـ clock الموجودة، هي عبارة عن الـ clock الموجودة عبارة عن positive input sorry positive edge، وهي الانبوت الموجود عندي، الانبوت تاع الاي 0 والانبوت تاع الاي 1 والانبوت تاع الاي 2 انبوت تاع الاي 2 والانبوت اي 3. بدنا نشوف الاوتبوت. اوكي نبلش الان. الموجود عندي اي 0 انبوتها بلش بزيرو، I1 انبوتها بلش ب1 اي انبوتها 1، I2 الانبوت 0 اي 2 انبوت 0، I3 انبوت برضو 0. الحين لما تيجي الكلوك، هاي بدها تيجي الكلوك، ايش بده يصير؟ اللي QT بلس 1 اللي بدها تصير اللي هنا بدها تصير، طبعا الانيشال فاليو هنا كله زيرو، دير بالك اللي كيو تي بلس 1 هنا لما تيجي الكلوك بدها تساوي قيمه الانبوت اللي هنا. اذا قيمه هذه بدها تكون زيرو، قيمه هذه بدها تكون 1 لانه الانبوت 1، قيمه هذه بدها تكون زيرو لانه الانبوت زيرو، قيمه هذه بدها تكون زيرو لانه قيمه الانبوت زيرو. اوكي يعني نفس المفهوم هذا اللي حكيته هو حيرتسم. يعني لما اجت الكلوك بالنسبة للاي 0 عشان اطلع اي 0 كانت الانبوت 0، ده حيظل 0، هذا حيظل 0، هذا حيظل 0. ال1 هنا لما اجت الكلوك كان الانبوت عبارة عن 1، اذا هذا بده يصير 1 للمرحلة هاي. نيجي ل اي 2 الانبوت كان 0، اذا بده يضل 0 الاوتبوت. نيجي ل اي 3 الانبوت لما اجى، انسى بعد انا بحكي لما الانبوت اجى ايش قيمه الاي 0 اي 3 عباره عن 0. طب الانبوت 0 واعطيته كلوك، اذا الاوتبوت بده يضله 0، اذا هذه بدها تضلها 0. اوكي نشوف الرسمه. اوكي هاي عند النقطه هاي زي ما انا كنت بحكي لك قبل شويه، اذا حتضلها بهذه الطريقه. اوكي بعدها بدنا ننتقل عند النقطة هاي لما اجى الانبوت، لما اجى الكلوك، لما اجت الكلوك، لما اجت الكلوك بالنسبة للاي 0 عشان اطلع قيمة الاي 0، اجت الكلوك هاي الكلوك اجت هان الانبوت ايش كان تاع الاي 0؟ كان 1، او خلينا امسح هذولا احط لك هذا كان 1، هذا 1 وهذا كان 1، هذا 0 والاي 3 هيها 1. اذا هذا تصير 1 1 0 1. يعني نيجي للاولى 1 لقاها 1، اذا هذا بدها تنتقل تطلع فوق 1. هاي اجت الكلوك كانت 1، اذا بدها تضلها ماشي 1. اجت الكلوك كانت 0 لقاها 0، اذا الاوتبوت بيضل 0. اجت الكلوك بالنسبه لاي 3 لقاها 1، اذا هذه بدها تصير 1. اوكي هاي نيجي للي بعدها، خلينا نمسح بس هاي. عند النقطة هاي الحين عند النقطة هاي الانبوت الاي 0 كان 0 لقى 0، الانبوت عند اي 1 برضو لقى 0، الانبوت تاعت اي 2 لقى 1، الانبوت تاع اي 3 كان لقى 1. اذا هذه الانبوت تاعتها 0 وهذه الانبوت تاعتها 0، هذه الانبوت 1
وهذه الانبوت 1 بناء على المعطى الموجود عندي هنا. اذا اول تو فليب فلوبس الانبوت حيروح زيرو، لانه انبوت زيرو بضلوا زيرو، انبوت زيرو بضلوا زيرو، واخر تنتين حيصير واحد. اذا هاي بدها تصير زيرو وهذه بدها تصير زيرو، سوري، وهذه بتصير 1 وهذه بتضلها 1. خلينا نشوف الرسم. هاي بناء على المعطى، انا رسمت بناء على المعطى. ف بهذه الطريقه بدك تبلش تحل بالمفهوم الريجستر بتاعنا. اوكي، خلينا نمسح اللي كنا بنرسمه. The new data has to go in with every clock. كل ما تيجي الكلوك الداتا على الانبوت بدها تطلع على الاوتبوت، لان احنا بنستخدم دي فلوب فلوب. اوكي، نيجي للريجستر وذ بارل لود. احنا لانه المحاضره هذه هي ريجستر وذ بارل لود. ايش وذ بارل لود او لودينج؟ لما بنحكي لودينج، لود للشيء، لود للشيء يعني ترانسفيرنج اوف نيو انفورميشن لنيو داتا. بدك تعمل ترانسفيرنج لهذه الداتا جوا الريجستر، هذا هو اللودينج. طب لما بنقول بارل لودينج، اذا كل الداتا اللي على الانبوت will be loaded simultaneously with a common clock pulse. كل الانبوت اللي على الداتا will be loaded into the register في لحظة ما تيجي الكلوك لهم، وهو هذا هو الكنترول او اللود كنترول، انه بده يحدد هل انه الانبوت كل الداتا اللي على الانبوت تو بي لودد، ولا ولا الاوتبوت يضل ماخذ الانيشال فاليو السابق تاعه، يعني كيو تي بلس 1 ضلها هي كيو تي. اوكي، هذا هو ويذ بارل لود. عندي اربع انبوت، سوري، اربع اوتبوت، وعندي اربع انبوتس، وعندي الكلوك وعندي اللود. الحين الريجستر هذا كيف بده يشتغل؟ إذا كان اللود زيرو، إذا كان اللود زيرو يعني مش شغال، يعني فيش شيء loading to the input into the output. الـ QT plus 1 لما تيجي الـ clock الـ QT will plus 1 حيظل ماخذ الـ value تاع الـ QT، قيمة الـ QT الموجودة. ولكن إذا اللود قيمة اللود هاي كانت 1، يعني enable loading، وجت الكلوك كل قيمة الانبوت الموجود هنا will be loaded at the output. That's why QT plus 1 هي عبارة عن D حتكون. هذا هو اللي بنسميه register with parallel load. طيب تعال نشوف الدائرة register with parallel load. هذه دائرة register with parallel load، ايش اللي عملناه هنا؟ اخذنا كومون ما بين اللود والكلوك ودخلناهم على اند جيتس، اخذناهم على اند جيتس. اذا كان طبعا يعني بنتكلم هنا اربع انبوت، بنتكلم على اربع اوتبوت، وطبعا بنتكلم على سينكرونوس. الكلوك هي عباره عن متزامنه الان، وبوزيتيف اتش يعني عند انتقال من 0 ل 1، من 0 ل 1 يعني تبدو يصير تحويل تو اكتيفيت، او انه يتغير الانبوت تو بي لودد انتو ذا اوتبوت او انتو ذا ريجستر. انتو ذا ريجستر يعني ويل بي ديسبلاي ات ذا اوتبوت. الان لما الكلوك تكون 1، طبعا هو من 0 راحت ل 1 واللود 1، اذا بصير بيشتغل. طب لو كان الحين 1 1 اذا الاوتبوت 1، اذا حتشتغل اللي حيصير لودينج للدائرة. لكن لو كان هنا الكلوك 1 من نيجاتيف اتش لبوزيتيف اتش صار 1، واللود كان 0، واللود كان 0 هذا، اذا القيمة هنا حتضلها 0، اذا مش حتيجي الكلوك. اذا الكيو تي بلس 1 حتضلها قيمة الكيو تي، يعني هي نفس القيمة. يعني لو هذا كانت 0 وهذا اللود كان 0، إذا هذا حتضلها نفس القيمة مش حتتغير.
ولكن إذا كان اللود هذا 1 والكلوك من نيجاتيف لبوزيتيف صارت 1 طبعا، إذا هذا صار 1، إذا القيمة هذا حتاخذ قيمة الاي 0 وقيمة الاي 1 حتاخذ الاي 1 اتسترا بهذه الطريقة. لكن في شغلة بالنسبة للدارة موجودة عندي، أنا بالنسبة للدارة موجودة عندي إنه في عندي ديلي بالكلوك اللي بتصير عندي هنا. لكن في طريقة تانية بالنسبة للرجال هذا، باستخدام الجيتس، أو سوري مش استخدام الجيتس، أو أوكي هنستخدم طريقة أخرى باستخدام الجيتس وهي الصام أوفر برودكت. هذه الطريقة الموجودة أمامي هنستخدمها الآن. في عند الكلوك زي ما حنا زي ما حكينا إنه الكلوك لحالها داخلة على الأربع برج أربع فليب فلوبس، وهي عبارة عن سينكرونوس متزامن، مش حاطين بوابة دير بالك ما بين اللود والكلاك زي قبل شوية، مدخلنا الكلاك مباشرة على البوابات على الفيل فلوبس. الآن في عندي نمطين، احنا قلنا البار اللود يا اما بيبقى اللود زيرو يا اما اللود بيبقى وان. اذا كان اللود وان، اذا كان اللود 1 هاي اللود 1 احنا مستخدمين صام برودكت هنا، اذا كان اللود 1 الاوتبوت اللي هنا لما تيجي الكلوك هياخذ جميع الانبوت الموجودات عندي هنا اي واحد. لكن اذا كان اللود 0 طبعا بوزيتيف ايدج، لكن لو كان اللود 0 اللود 0 اذا كان اللود 0 ايش بيصير في الاوتبوت؟ إذا أنت ملاحظ في عندي هنا فيدباك، طلع الفيدباك وهي فيدباك نفس الشغلة، كل واحدة فين فيدباك. يعني الأند الأولى، الأند الأولى ماخذ فيدباك زائد كومبليمنت لمين؟ لللود. كومبليمنت لللود يعني لو كان هذا زيرو، لو كان هذا زيرو اللود يعني زيرو هاي زيرو يعني does not enabling the load، هذا زيرو بده يكون عندي هنا 1. طب ما دام هذه 1 اذا القيمة اللي هنا بدها تكون depending what depend في القيمة اللي جاي من الفيدباك. هذا يعني هنا بده يكون عندي هذا 1 في حالة هاي زيرو، وهاي برضو سري هذه 1 وهذه كمان 1 وهاي 1 وهذه 1. الان الاند هاي one of the input is 1، الاوتبوت تاعها بده يعتمد على ايش؟ على الانبوت الموجود هان. اذا كان هذا 0، اذا كان هذا 0، اذا كان هذا 0 اذا بده يطلع الاوتبوت 0. لكن إذا كان 1 الأوتبوت بده يطلع 1. يعني القيمة اللي هنا اللي حتطلع هي قيمة الكيوز، كيو 0 كي 1 كيو 2 كيو 3، وينطبق على الثاني اللي هنا كمان، ينطبق على هاي وينطبق على هاي. هذا في حالة اللود 0. إذا أخذ أو الكيو تي بلس 1 أخذتها من مين؟ أخذتها من الكيو تي من خلال الاند الاولى، لانه هذا 1 وهذا حتكون 0 طبعا، هذا حتطلع لانه طلع ليش هذه 0؟ لانه هي 0، اذا هذه 0 بغض النظر ايش القيمه اللي هنا، هذا حتضلها 0 مش حتتغير، وهذا حتضلها 0، هذا في حاله اللود 0. طيب لو قلنا اللود اللود عباره عن قيمته 1 هذا مش حتشتغل، سوري هذا 1 اذا هذا 0 اذا هذا مش حتشتغل، وبرضه هذه 0 هذه مش حتشتغل، يعني قيمتها 0 اللي هان ما لهاش شيء، حتضلها 0 يعني هذا حتضلها 0 وهذا حتضلها 0. يعني الاوتبوت تاع الاور جيت اللي هان حيعتمد على السكند جيت الموجوده، هذا حيضل 0 كمان انا 0، هذا برضو زيرو
يعني هذه هذا مش حيشتغل، البوابة هذه حضلها زيرو. هنا اطلع لي على الوان، هاي وان، اذا هذه وان، هذه وان، هاي وان، وهذه وان. الان طلع لي على الجيت الثاني، الان جيت الثاني one of the input is one. إذن الـ output تاعت البوابة هتعتمد على مين؟ هتعتمد على الـ D. إذا كانت الـ D zero الـ output هيكون zero، إذا الـ D one هذا هتكون one. يعني قيمة الـ D zero وهذه قيمتها هتكون D one، وهذه هتكون قيمتها D اتنين، وهذه قيمتها D تلاتة، بغض النظر قيمتها هي zero ولا one. وحتيجي هان، إذا قيمة الـ D0 صارت هان، سوري، قيمة الـ D0 صارت هان، قيمة الـ D1 صارت هان، قيمة الـ D2 صارت على مخرج الـ OR gate، قيمة الـ D3 صارت على مخرج الـ OR gate الرابع في الفليب فلوب الرابع. إذا وأجت الـ clock، وأجت الـ clock، إذا الـ Q's الموجودة هنا هيبقى قيمتهن هي عبارة عن الديزل. هذا في حالة اللود 1. إذا بقدر أقول اللي كيو تي بلس 1 في اللود هي عبارة عن دي كيو اي، هذا في اللود لما يكون 1. يعني هي نفس القيم، المفهوم انه اللي بده يشتغل عندي، دير بالك، او بده يطلع القيمة تاعتي هو من الاند الثاني، يعني حيكون عندي كيو اي ال كومبلمنت زائد دي اي ال، هو حيطلعها من مين؟ من هاي، لانه هذه القيمه حتطلع لزيرو. دير بالك ليش حتطلع زيرو؟ لان اللود 1 وهذه ال كومبلمنت زيرو، يعني اذا الان جيت هذا حتطلع زيرو، اذا القيمه حتطلع من هاي. وهذا هو الفيدباكس بالنسبة إلى بارلود باستخدام بوابات أو صام أوف برودكت. هنأخذ طريقة تانية ولكن مش بوابات، هنأخذ نمط الملتبليكسر، ملتبليكسر، نعم، هنأخذ نمط الملتبليكسر ونشوف كيف شكله. هاي الملتبليكسر موجود عندي، عندي أربعة أوتبوت وعندي أربعة إنبوت، وهي الكلاك هو عبارة عن سينكرونوس متزامن، وعندي الكلاك هو عبارة عن بوزيتيف إتش، وعندي اللود. اللود أنا شابكه على مين؟ على الـ على الـ الكنترولر، على الكنترولر. أوكي، خلينا نوفر رسمي بس الفيدباك، لأن أنا بحتاج الفيدباك، دير بالكم. أوكي، لو أنت ملاحظ إنه الفيدباك، كل فيدباك رجع للانبوت تاع الملتبلكسر عند اي زيرو، رجع عند اي زيرو. الان اذا اللود زيرو طلع على الملتبلكسر، اذا قيمة الكنترولر هذا زيرو، اذا الاوتبوت اللي هنا بده يكون اي زيرو، ونفس الشيء كل اللود هذول مشبكات مع بعض، دير بالك. اذا كان هذا زيرو الاوتبوت اللي هنا بده يكون اي زيرو، اذا كان 1 الاوتبوت اللي هنا بده يكون اي 1. مش هيك بيشتغل الملتبلكسر؟ الملتبلكسر هذا زيرو، اذا الاي زيرو هي برا اوت، اذا كان هذا 1 الاي 1 هي بدها تكون اد اوت. طيب اطلع لي على لما يكون اللود زيرو، لما يكون اللود زيرو اي زيرو هي اللي بدها تكون الانبوت للدي فلوب. طب الاي زيرو جاي من مين؟ جاي فيدباك من الاوتبوت. يعني لو كان هذا زيرو الفيدباك جاي من الاوتبوت، يعني واجت الكلوك، الاوتبوت موجود على الانبوت، واجت الكلوك حيطلع للقيم اللي هنا اوت، وهي نفس القيمه السابقه، يعني كيو تي بلس 1 هو نفس الكيو تي. ولكن اذا كانت اللود 1، اللود 1 هاي اللود 1 اللي بده يطلع على الاوتبوت اللي هان هو عبارة عن I1 هان، يعني I3 قصدي هان، I1 برضو نفس الشغلة، يعني I2. واعطي الكلوك، اذا القيمة اللي على الانبوت هان حتصير على الاوتبوت.
which is I0, I1, I2, I3. هذا هو register with multiplexer باستخدام الملتيبلكسر. وبهذه الطريقة بنقدر نقول أنهينا المحاضرة الأولى من هذا الشابتر، وإن شاء الله المعادلة زي ما حكيت لكم هي عبارة عن قيمة الانبوتس. نراكم على خير إن شاء الله في المحاضرة الثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.